بعدها ألقى سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط والمتحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع ألقى كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر. إذا كانت النسخة الأولى من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع قد حققت نتائج طيبة ومبهرة، فإننا نطمح إلى مواصلة مسيرة الإنجاز في النسخة الثانية، ولدينا تطلعات كبيرة للريادة والتكامل، لأن رسالتنا هي السلام والتعاون والازدهار للجميع. الحضور الكرام، إن عالمنا يتطور بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ونقف على أعتاب جيل جديد للبشرية يمكن أن نطلق عليه جيل التقنية الذكية. أصبح العالم بحاجة إلى إعادة تعريف مفهوم الأمن في ظل حاجة أكبر لوضع ضوابط لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتفادي الأضرار الأمنية والأخلاقية الناجمة عن تلك الاستخدامات. إن منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تغيرات في مناخ الأمن واضطرابات في بيئة الاستقرار تقف الآن عند مفترق طرق مصيري، تتجاذبها نزاعات محتدمة تدور حول الأمن والتوسع والمصالح ومحاولة فرض كيانات الفوضى بديلاً عن الدولة الوطنية واستبدال قيم التعايش والتسامح بآفات التطرف والطائفية. حضور الكرام، أود أن أعبر عن سعادتي بأن يكون مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة شريكاً استراتيجياً فاعلاً في تنظيم هذا المحفل العالمي وما يتيحه من مناقشة قضايانا المشتركة وجسراً للفكر والحوار بما يعزز من قيمنا وشراكاتنا. لمد جسور التفاهم لإيجاد حلول مشتركة لتوطين التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط، احتضنت مملكة البحرين أبرز ملامح معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019، مؤتمر التكنولوجيا العسكرية، والذي اختير هذا العام كعنوان للمؤتمر باعتباره أحد المجالات الحيوية، خصوصا مع خلق الطفرات التكنولوجية واقعا جديدا من الفرص والتحديات. فعالية تستقطب شركات عالمية في التصنيع الحربي، وكذلك تستقطب الجهات الرسمية التي تلتقي مع هذه الشركات المصنعة لهذه المعدات العسكرية. آمال معقودة طبعا على عملية اللي هو الاستفادة من ما صدر في هذا المؤتمر من توصيات، من كلمات، من المتحدثين. نأمل إن شاء الله أن يكون بداية خير لمنطقة الخليج واستقرار الأوضاع فيها إن شاء الله. ويشارك في مؤتمر التكنولوجيا العسكرية وفود من كبار الشخصيات العسكرية وعددا من كبار ممثلي دوائر الدفاع في الخارج ونخب بارزة وكفاءات متخصصة من صناع القرار والقادة العسكريين والدبلوماسيين والأكاديميين الأكثر تأثيرا. نحن محتاجين إلى هذا الوقت لظروف المنطقة شو تواجهها، فمحتاجين أن نتطلع ونشوف ما هي الأحدث التكنولوجيا الموجودة على العالم. سوف نناقش جميع النقاط الخاصة بتجهيز وحداتنا وقواتنا العسكرية في وضع الاستراتيجية الحالي ووضع العدائيات المحتملة على دولنا. سيتم مناقشة الكثير من الأمور في كيفية التعاون بين الدول في تجهيز وتنظيم وترتيب الأعمال القتالية المحتملة. ومن المؤمل أن يسهم مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في إيجاد حلول إبداعية وتقنيات حديثة تساهم في تأمين الممرات المائية في الشرق الأوسط وضمان المرور الآمن وحرية الملاحة، بما يحقق استقرار أمن الطاقة وازدهار التجارة الدولية.
مملكة البحرين تحتضن للمرة الثانية مؤتمر التكنولوجيا العسكرية بمشاركة عدد من أصحاب القرار العسكري، حيث سيستمع المشاركون من خلال هذا المؤتمر إلى عدد من أصحاب القرار العسكري والمؤثرين الدوليين والإقليميين لتبادل الآراء والأفكار الساخنة في المنطقة. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.